طبعا بص، هو ده شرف سواء لأي كان حد. صريح يعني، سواء في وجودك او في غيابك دايما يتقال احنا كنا مستنيينه يبقى هو الرئيس، خاصة ان كان ليه تجربة انه نجح كنائب فكنا عايزينه رئيس المرة دي. بص، هو طبعا ده شرف لأي حد انه يكون رئيس نادي الزمالك، وإضافة لأي شخص. ولكن أنا لما نزلت انتخابات اللي فاتت ونجحت على منصب النائب، وكل الناس عارفة الظروف اللي حصلت، لكن ما مارستش دور نائب رئيس نادي الزمالك. كنتش بالأعمال يعني. فبالظبط ما قمتش بأعمال، أنجحت لكن ما قمتش بأعمال نائب رئيس نادي الزمالك. فجي الوقت والتوقيت إن أنت ممكن إن شاء الله لو ربنا وفقني إن أنت ممكن تكون من ضمن هذا المجلس، وإن أنت تكون نائب وتقوم بأعمال نائب رئيس نادي الزمالك. لكن هي الفكرة مش برضو لازم الناس يعني تفهمها عني، إن هي الموضوع يا أستاذ عصام مش مجرد إن أنت تعرف تنجح في الانتخابات. أيوة، مش إزاي أقدر يبقى عندي يعني مريديني والناس اللي بتثق فيا عشان أنجح. بالضبط، أنت المهم تنجح في الدورة، مش تنجح يوم 20. البداية يوم 20/10 مش النهاية. في بعض الناس ممكن تبقى مفكراها إن هي نهاية النجاح يوم زي ما قلت يوم الانتخابات.